قالت لهم اليوم بسوي الحنة في رجلي. اليوم شباب بسوي الحنة في رجلها. بسوي الحنة عشان العيد. شباب تحب تسوي في رجلها حنة يوم العيد صح؟ صح. أنا بسوي حتى بالحنة وبلبس قفازات عشان ما أوسخ يديني، أوكي؟ متحمسة شباب؟ هي. بس شباب قالت إنها تحس إنه شو؟ بارد. تحس إنه بيكون بارد على رجلها. لبست قفازات الحين بسوي لك، مستعدة شباب؟ مستعدة. الله هاي رجل شفا وانتو بكرامة الحين بسويها. يلا بسوي حق شفا. يلا بسوي. يلا شباب. يلا بسوي لك يلا. بسم الله. يلا لا تحركي. وسختي. يلا. بارد. بارد. شكلي يوري واحد. بارد. واو. بارد. بارد. بعدين بيصير لونه بني او اسود. شعور وايد حلو صدق. حتى امي سوت. اي امي سوت حق العيد. انا ما سويت صراحه. اوكي اوكي دغدغ. هاي اول مره بحياتي اسوي حق احد احنا في البلد صراحه. ما تسوي لحالها من زمان. مو سويت من 3 سنوات. ما سويت صح. لم كان عمر 3 بس سويت 3 و6. لا رجل الثانية. اوه برد. وايد برد. اباش ما تسوي لي في اليد. لا في اليد بسوي شنو في الصالون. شعور وايد حلو. دغدغ. يخلي الواحد يدخن. الحنة مفيدة للرجل، تعطي الجلد نعومة وتنقيه من السموم. ما يدخن. يلا سوي هني. خلصنا الحنة، شوفوا كيف حلو صار. اوكي شباب باش تستنين ساعتين تقعدين نفس المكان عشان يجف. اوكي اوكي لازم تصبرين. شوفوا خلصنا، شوفوا كيف شكله صار حلو جنة. يبين كأنه من بعيد شوكولاتة صح؟ صح. بس هو حنة. الحنة مفيدة وصحية للرجل. شوفوا لازم تصبرين عليه ساعتين ولما يجف عشان يطلع حلو. اوكي اوكي ما تحركي لا يمين لا يسار، عارفة بعدين تحبين توسخين البيت كامل. شوفوا لما كان عمره 6 سنين كنت تسوي له حنة، بعدين شو كنت تسوين شفا؟ كنت احبي بعدين اوسخ البيت كله. كانت تحبي وتوسخ البيت كامل صح؟ كل البيت يصير حنة صح. بس هالمرة اتحركين. اوكي اوكي قري في مكانك. اوكي اوكي متحمسة يطلع احلى حنة. شو بالله هالحركة غلط. كيف الشعور؟ وايد حلو. تبرد على الرجل صح؟ شوفوا قاعد يقلب لونه برتقالي. شوفوا واو. ايه جنان. تطلع احلى حنة صح؟ صح. شباب كيلت على ايباد عشان ما تشعر بالملل صح؟ صح. يلا لازم ننتظر. استنى حطيت كيس عشان ما توسخ الطاولة. اوكي كل شيء اوكي؟ جاف الحب نطلع الحنة الحين. بنطلع الحنة شباب مستعدة؟ انا لا 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 انا انا لا انا انا هذا الكلام. اوكي يلا واو شوف كيف أورنج. واو طلعي شوين جنة. الشعور حلو. أكيد أكيد. واو بكرة إن شاء الله بيصير لونه بني أو أسود صح؟ صح. الحين بطلع الرجل الثاني. مستعدة شباب؟ إيه. دغدغ بس اتحركين. حلو شوفوا كيف صار. واو كنا نقول محمود. في بقايا بروح اغسل وارجع. يلا تغسل بقايا حنا. حنا ارتحتي؟ شوفوا شباب وسخت المكان.
شوفوا النتيجة كيف. واو جنان. دقيقة ثانية اللي فيها عملية. الحمد لله طلعت نتيجة وايد حلوة. شو حبيتي؟ إن شاء الله عجبتكم الحلم. مع السلامة، باي، نحبكم. عيد سعيد.